محمود ياسين في الشيخان. عن كتاب عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، بطولة سهير المرشدي، أحمد ماهر، إسلام فارس، والفنان القدير حسن عبد الحميد. بالاشتراك مع سمير حسني، محي الدين عبد المحسن، محمد إسماعيل، شريف صبري، ومفيد عاشور. الشيخان حلقات يكتبها مأمون النجار، إخراج جمال حماد. قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب مسيلمة 200,000 من المسلمين، وكان في القتلى عدد كثير من القراء الذين جمعوا القرآن كله أو أكثره في صدورهم، فلما كثر القتلى من القراء في هذه الموقعة أشفق عمر أن يقتل مثلهم أو أكثر منهم في مواطن البأس، وأن يذهب كثير من القرآن بقتلهم، فأشار على أبي بكر أن يجمع القرآن. ها هو زيد بن ثابت قد خرج من المسجد. وهل تظن أنه سيطلعنا على ما دار؟ ولم لا يا ظفر؟ ألم يكن يتحدث إلى أبي بكر والناس من حوله يسمعون؟ بلى، هذا ما قاله من خرجوا قبله من المسجد. ماذا ننتظر إذن؟ ناده يا ظفر لنعرف ما نريد. زيد، زيد بن ثابت. قال زيد: أتناديني يا هذا؟ نعم، أريد أن أسألك عن أمر سمعت به اليوم. قال زيد: وما ذاك؟ أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كلفك بجمع القرآن. قال زيد: نعم، ووالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. هل لك أن تخبرنا بما دار؟ قال زيد: لقد أرسل إلي أبو بكر وعنده عمر، فكلمني أبو بكر. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. ولكن ماذا قال عمر عندئذ؟ قال زيد: كان جالسا عند أبي بكر لا يتكلم، ثم واصل وأبو بكر حديثه معي. قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. وبماذا أجبت خليفة رسول الله؟ قال زيد: قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرد علي أبو بكر: قال أبو بكر: هو والله خير.
قال زيد: فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. نهض زيد بهذه التبعة الثقيلة وجعل يتتبع القرآن يجمعه من صدور الرجال، لا يقبل من رجل نصا من نصوصه إلا إذا وجده عند رجل آخر من أصحاب النبي، ويجمعه من ألواح الحجارة وأكتاف الإبل وعشب النخل التي كانوا يكتبون القرآن عليها. قال زيد: فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعشب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع غيره، وهما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. قال زيد: فلما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب. كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين. هذه الآية هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال زيد: فألحقتها في سورتها، فكانت الصحف التي اجتمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. ولا نعرف لأبي بكر شيئا امتاز به عن عمر في سياسة المسلمين الداخلية إلا أمرين اثنين: أحدهما أن الفيء كان يأتيه بعد انتصار قواده في حروب الردة، وكان يأتيه بعد انتصار خالد في العراق. أرأيت كيف يفعل خليفة رسول الله بأخماس الفيء التي يرسلها أمراء الجند؟ نعم يا ظافر، إنه يقسم ما يصل إليه بين المسلمين، لا يفرق بينهم في القسمة، وإنما يعطيهم جميعا على سواء، يعطي الرجال والنساء والأحرار والرقيق. وهل حقا ما سمعته من أنه يسوي في القسمة بين السابقين الأولين والمتأخرين في الإسلام؟ نعم، ولقد سأله أحد الذين يجلسون معه في ذلك: يا خليفة رسول الله، ألا تقدم أهل السبق على قدر منازلهم؟ قال أبو بكر: إنما أسلموا لله ووجب أجرهم عليه، يوفيهم ذلك في الآخرة، وإنما هذه الدنيا بلاغ
لا عجب أن يكون هذا العدل بين الناس جميعا هو الذي أدى إلى اطمئنانهم. نعم يا ظافر، وكذلك أدى حزمه وحمله تبعة الأمر كله إلى مهابتهم إياه وإكبارهم له. أشد ما يدهشني ويثير إعجابي في نفس الوقت أن تزايد تبعاته لم يغير من شظف عيشه، وهو على إيثاره الشظف شديد البر بالفقراء والضعفاء. هذه طبيعته التي عرفناه عليها منذ أن جاء إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم نره بأنفسنا وهو يشتري الأكسية ويفرقها على أرامل المدينة في الشتاء؟ بلى، ولا أظن أن أحدا في المدينة ينسى قصته مع المرأة العمياء. لعلك تقصد تلك التي كان يتعهدها عمر ويقوم بأمرها، فكان إذا جاءها وجدها قد قضيت حاجتها. نعم، وترصد عمر يوما فإذا أبو بكر هو الذي يكفيها مؤونتها، لم تصرفه عن ذلك الخلافة وجسامة تبعاتها. فهل تذكر ماذا قال عمر حين رأى؟ نعم، أذكر كلمته بحروفها. يقول عمر: أنت هو لعمري. والأمر الثاني الذي امتاز به أبو بكر عن عمر أنه لم يرمي الفرس والروم في العراق والشام إلا بمن ثبت على إسلامه بعد وفاة النبي، وكان يمنع العائدين من ردتهم إلى الإسلام من المشاركة في الفتح عقوبة لهم من جهة وإشفاقا منهم من جهة أخرى، وكان أبو بكر فيما عدا ذلك رجلا من المسلمين لا يمتاز منهم في شيء. أسمعت بما حدث اليوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما ذاك؟ دخل رجل أعرابي جاء من البادية على أبي بكر فقال: يا خليفة الله. فماذا قال أبو بكر؟ قال أبو بكر: لست خليفة الله، وإنما أنا خليفة رسول الله. هذا والله هو الرد. وإذن فأنت تعتقد أن الأعرابي أخطأ في سؤاله؟ نعم، وربما لم يقصد هذا الخطأ، ولكن أبا بكر أراد بإجابته أن يحسم الأمر وأن يعرف المسلمون جميعا أنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم على قيادة المسلمين وسياسة أمورهم في حدود ما أمر الله به ونهى عنه. أما ما اختص الله به رسوله فيما وراء ذلك فلم يضر بخاطر أبي بكر أنه خليفته فيه. وهل يشك أحد في هذا الأمر؟ لا يعلم أحد إلا الله ما يدور في عقول الناس، ولهذا أراد أبو بكر أن يؤكد هذا الأمر، وأن أحدا لا يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوته ولا في رسالته. هذا أمر واضح، وقد أكده أبو بكر منذ اليوم الأول للخلافة. ألا تذكر ما قال؟ بل أذكره كلمة كلمة. قال أبو بكر: إني وليت هذا الأمر وأنا له كاره، ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه، ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به، ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحدكم، فراعوني، فإن رأيتموني استقمت فاتبعوني، وإن رأيتموني زغت فقوموني. قال ربيعة: كان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي كلمة كرهتها ثم ندم عليها. قال أبو بكر:
يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قال ربيعة: قلت لا أفعل. قال أبو بكر: لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك إلى رسول الله. قال ربيعة: قلت ما أنا بفاعل. فذهب عني منطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت وراءه، فجاء ناس من أسلم فقالوا: يرحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك الرسول وهو الذي قال لك ما قال؟ قال ربيعة: فقلت لهم: اسكتوا، هذا أبو بكر، هذا الذي قال الله عنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إياكم، لا يلتفت فيراكم تنصرونني عليه فيغضب رسول الله لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. وانطلقت وراء أبي بكر حتى أتى الرسول فحدثه بما كان، فرفع إلي رسول الله رأسه. قال صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، ما لك والصديق؟ قال ربيعة: قلت يا رسول الله، إنه قال لي كلمة كرهتها، ثم طلب إلي أن أردها عليه لتكون قصاصا، فأبيت. قال صلى الله عليه وسلم: أحسنت يا ربيعة، لا تردها عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. قال ربيعة: فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر وهو يبكي. في آخر الأسبوع الأول من شهر جماد الآخرة سنة 13 للهجرة، مرض أبو بكر، وكان قد اغتسل في يوم بارد فأخذته حمى، أخذت تثقل عليه حتى أحس أبو بكر أنه الموت. ماذا هناك يا عدنان؟ لماذا يجتمع كل هؤلاء حول خليفة رسول الله؟ لقد اشتد عليه المرض كما ترى، ولكن ألم يشر عليه أصحابه بأن يراه الطبيب؟ بلى، فهل تعرف بماذا أجابهم؟ لا، ماذا قال؟ قال أبو بكر: قد رآني. فما قال لك؟ قال أبو بكر: قال إني أفعل ما أشاء. هل تعني أنه يشير إلى أنه وكل الأمر إلى الله؟ نعم، وأنه سعيد بقضاء الله، وأن أكبر همه أن يضمه الله إليه. ولكن ما هذه الضجة؟ ولماذا يهرول هذا الغلام؟ تعال يا غلام. لا وقت لدي يا سيدي. أخبرني فقط، لما تهرول هكذا؟ لقد طلب مني خليفة رسول الله أن أحضر له سيدي عبد الرحمن بن عوف. ها هو عبد الرحمن بن عوف قد أقبل. حمدا لله. إن عبد الرحمن بن عوف يقترب من أبي بكر. انتظر حتى نسمع ما يدور. قال أبو بكر: أخبرني يا ابن عوف عن عمر بن الخطاب. قال عبد الرحمن: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلمنا به. قال أبو بكر: وإن. قال عبد الرحمن: يا خليفة رسول الله، هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل، ولكن فيه غلظة. قال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضى الأمر إليه لا ترك كثيرا مما هو عليه. ويا أبا محمد، قد رمقته
فرأيته إذا غضبت على الرجل في شيء أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه. قال عبد الرحمن وسكت هنيهة ثم استأنف كلامه. قال أبو بكر: لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شيئا. ها قد نهض عبد الرحمن لينصرف. نعم، وقد أقبل عثمان بن عفان ليأخذ مكانه إلى جانب خليفة رسول الله. انتظر، ها هو الخليفة يتهيأ للكلام. اصمت اصمت حتى نسمع. قال أبو بكر: يا أبا عبد الله، أخبرني عن عمر. قال عثمان: أنت أخبر به؟ قال أبو بكر: على ذلك يا أبا عبد الله. قال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. قال أبو بكر: يرحمك الله يا أبا عبد الله، والله لو تركته ما عدوتك لا تذكرن مما قلت لك ولا مما دعوتك له شيئا. وسمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورات أبي بكر وأنه يريد استخلاف عمر، فأشفقوا من شدة ابن الخطاب وغلظته أن يفرق ذلك كلمة المسلمين، واستأذنوا فدخلوا على أبي بكر. قال طلحة بن عبيد الله: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم بعد لقائك ربك؟ انظر إلى وجه أبي بكر، لقد تغير عندما سمع قول طلحة. ما كان لطلحة أن يكلمه بهذه اللهجة؟ ها هو يهم بالكلام رغم مرضه الشديد. قال أبو بكر: أجلسوني، أبالله تخوفونني، خاب من تزود من أمركم بظلم. أقول: اللهم إني استخلفت على أهلك خير أهلك. إنه يوجه نظره إلى طلحة. انتظر لنسمع بقية الكلام. قال أبو بكر: أبلغ عني ما قلت لك من وراءك. واضطجع أبو بكر وقد هده هذا الحوار، فانصرف عنه القوم، ولم يبق منهم إلا عبد الرحمن بن عوف، وقيل بل خرج معهم وعاد إليه صبح اليوم التالي. قال عبد الرحمن بن عوف: أصبحت والحمد لله بارئة. فسكت أبو بكر وسكت عبد الرحمن هنيهة، ثم تحدث أبو بكر وكأنما آلمه ما حدث بالأمس. قال أبو بكر: إني وليت أمركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه. قال عبد الرحمن: خفض عليك رحمك الله، فإن هذا يهيضك، إنما الناس في أمرك بين رجلين، إما رجل رأى ما رأيت فهو معك، وإما رجل خالفك فهو مشير عليك، وصاحبك كما تحب، ولا نعلمك أردت إلا خيرا، ولم تزل صالحا مصلحا.
ويقول الرواة إن أبا بكر أملى عهده إلى المسلمين على عثمان، فلما أخذ في الإملاء وبلغ قوله إني استخلفت عليكم أخذته غشية، فأشفق عثمان أن تكون غشية الموت، فكتب من عند نفسه عمر بن الخطاب، وأفاق أبو بكر من غشيته. قال أبو بكر: اقرأ علي ما كتبت. فلما قرأ عليه عثمان وسمع اسم عمر بن الخطاب كبر أبو بكر وكلم عثمان. قال أبو بكر: جزاك الله عن الإسلام خيرا، خفت أن تذهب نفسي في هذه الغشية. ثم مضى أبو بكر في الإملاء حتى أتم عهده، وهذا نصه. قال أبو بكر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت، ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي غدا مع كتاب عميد الأدب العربي دكتور طه حسين، الشيخان. اشترك في التمثيل سامي تموم، فهمي الخولي، رشوان سعيد، مصطفى طلبة، وسهير البدراوي. الشيخان حلقات يكتبها مأمون النجار، إخراج جمال حماد.